اهلا بحضراتكم مره تانية. بنرحب بنجومنا وضيوفنا النهارده الكابتن الكبير عادل طعيمه. كابتن عادل مساء الفل عليك. كابتن هاني ازيك؟ منورنا يا كابتن. نورك كابتن. اهلا بيك. كابتن الكبير المدافع القوي الكابتن عمرو الحديدي. عمور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا كابتن. عندنا طبعا اكيد النادي الاهلي وملفه بدايه البطوله الافريقيه، مشوار ان شاء الله باذن الله يبدا بالفوز ان شاء الله، بس عايز برضو اخد رؤيتكم عن اجمالي المجموعات والفرق المشاركه دلوقتي في دوري الابطال وشكل المنافسه عامه للاربع مجموعات وتواجد فرق كبيره. يعني اول مره دلوقتي صن داونز موجود، مش مجموعه الاهلي، مجموعه بيراميدز موجود، مازيمبي راجع تاني لدور الابطال، في الوداد المغربي، في سيمبا التنزاني، في النجم الساحلي، في الوداد، يعني كلها فرق كبيره. شايف ازاي يا كابتن عادل المجموعات دي كلها ومشوار النادي الاهلي وبدايته بكره؟ هو طبعا البدايه المجموعه بتاعتنا نقدر نقول انها مجموعه متوازنه، صحيح، معقوله جدا بالنسبه لنا. بعدنا بعد فتره كبيره عن سان داونز، كل سنه على طول وحيد معانا. المشكله مش في سان داونز، المشكله في المشوار، ودايما قبل ما نلعبهم بيبقى في ماتشات في الدوري قبلها بيومين ثلاثه، ودي الفترات اللي احنا اتغلبنا فيها، فترات الخمسه خمسه دي كانت قبل ما نسافر بيومين ثلاثه كنا بنلعب في الدوري، ما كانش فيه اي فتره سماح. لكن في الفتره اللي هي بيبقى فيها واخدين الراحه الكامله ست ايام او سبعة ايام النتائج بتاعتنا بتبقى جيده جدا. طبعا المجموعه بتاعتنا اعتقد انها جيده جدا، لو زي ما حضرتك تفضلت في البدايه ان احنا كل مباراه من البدايه بناخدها بعدم تهاون. الاسم بتاع اللي احنا هنلعبه بكره اسمه متواضع جدا، لكن لما بنشوف على الورق عندهم عناصر جيده، بصرف النظر اذا كان فريق جيد او مش جيد، المهم وانا بادي باحترافيه. ايه هي الاحترافيه؟ ان انا بمتع الناس وبكسب، باخد ثلاث نقاط وفي نفس الوقت بمتع الجمهور بتاعي كوره، لانه جاي عشان يكسب وعلشان يتبسط من اداء اللاعبين ويستمتع ويطمئن على المباريات اللي بعد كده. ده باختصار شديد البدايه بتاعتنا. بدايه لازم تبقى اقوى من كل موسم. الموسم الماضي كانت البدايه بتاعتنا ما كانتش جيده، لكن ولله الحمد ابتدينا نعدي مرحله ومرحله لحد لما اخذنا البطوله. فده طبعا كبدايه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره هيبقى فيه توفيق جدا من ربنا، لان اللعيبه اخذت اجازه وعملت ثلاث مباريات في اسبوع، برضه داخلين على ثلاث مباريات في اسبوع، لكن رجالتنا والتدوير والجهاز الفني بيعملوا. هنتكلم برضه على الشكل الفني وعمليه الروتيشن، بس عمرو عايز اخد رايك. طبيعي بدايه دايما كل بطوله بتبقى ما بقولش بتبقى صعبه، لكن بتبقى مهمه جدا، ومارسيل كولر ورامي ربيعه في المؤتمر الصحفي قالوا نفس الكلام، ان البدايه لازم تكون بدايه قويه بغض النظر عن اسم المنافس. ميديام الغاني وافد جديد على هذه البطوله، رؤيتك ايه تاني للمجمل الاربع مجاميع بالاسماء الكبيره الموجوده؟ مشوار النادي الاهلي ممكن يكون ازاي؟ كابتن عادل اتكلم في نقطه مهمه جدا، السنه اللي فاتت مرينا ببعض المطبات شويه، وكان في كلنا نفتكر المطبات اللي وقعنا فيها، وكان لازم نكسب، وكان فرق تانية لازم تعمل نتائج، فعايزين نبعد عن كل ده ويبقى بدايتنا ان شاء الله بدايه قويه. بص يا كابتن، تكمل كلام الكابتن عادل، ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت اعتقد خد خبرات من المواقف اللي حصلت. كنا كل شويه بنتفرج على القرعه ونلاقي بتوع سان داونز بيضحكوا ان هو تملي الاهلي وسان داونز مع بعض. ده حقيقي، ده حقيقي كذا مره واتنين. النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده، يعني مش عنده، هو بقى خبراته في المواقف اللي زي دي. احنا بالظبط من هنا لغايه 2 ديسمبر الاهلي هيلعب حوالي 7 5 6 ماتشات. انت هتلعب بكره مع ميديا، وهتلعب يوم الثلاث مع سموحه، وهتلعب السبت وسبت واربع، وبعدين مظبوط اثنين. المده الزمنيه دي اللي قد الاهلي اكتر واحد كان مستفيد بيها مارسيل كولر فتره التوقف اللي فاتت دي، الوقت اللي كان متوقف فيه عاد حساباته من جديد، عاد حساباته اسم نادي الاهلي والاسلوب اللي هيلعب بيه. ويعني احنا بنقول الحمد لله ان المباراه بتاعت الجونه بعد مباراه مكسبي بتاع سيراميكا ومكسبي بتاع انبي ومكسبي بتاع المصري والمكسب بتاع المقاولين وقفت وشكل، بس حجم الروتيشن اللي حصل من 9 لعيبه في ماتش المقاولين، ثم سيراميكا 7 لعيبه، ثم الجونه 5 لعيبه، الراجل ابتدى يحط شكل، ابتدى يظهر الاداء. فرحنا بعوده مروان عطيه بالاداء الهائل اللي حصل في مباراه جيبوتي وسيراليون. نعم، بقى عنده طبعا منتخب الشناوي وتالقه، انسجام اللعيبه بالنسبه لامام وحسين، اقتناعه باداء كريم الدبيس في الفتره اللي جايه،
بقى عنده شكل 11 لعيب يقدر ينفذ بيهم اللي هو عايزه. البداية مهمة، اسلوبك وسيطرتك وبتلعب في اول مباراة في ملعبك لازم تبان. ايدوني المدير الفني بتاعهم اتكلم على مرحلتين، اتكلم على ان انا جاي اكسب النادي الاهلي، دي حاجه تخصه يعني، قال لك انا مش هخسر من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت قال لك النادي الاهلي ما بيلعبش في ملعب ده مش ملعبه، لا ده هو كان ملعب النادي الاهلي من الاول خالص. ايا كان أيا انت بتفكر يعني في حته معينه، انت ده اسلوب فكر معين، مدير فني بيتكلم على العامل النفسي، بيضغط على لعيبته، بيضغط على الخصم، قول زي ما انت عايز. النادي الاهلي بكره يحقق المطلوب بجون واثنين وثلاثه، عشان ما وصلش للسنه الماضيه ان انا خسرت من الهلال فانا هاجي اكسب الهلال هنا ثلاثه، واكسب الرجاء عشان ادي الاداء واروح مستريح في ماتش الوداد. لازم يبقى عندي البدايه ليها عامل استدعاء نجم والبطل باسلوب النادي الاهلي بتملي، بيبعت انذارات شديده اللهجه.